ازيك يا شباب؟ في فيديو جديد ان شاء الله. النهارده هجاوب على كل اسئلتكم. وانا كنت نزلت على صفحه الفيسبوك وقلت لكم اللي عنده اي سؤال بخصوص اساسنز كريد ميراج يكتب لي في البوست ده، وانا هجاوب على كل الاسئله وانزلها على قناه اليوتيوب. من غير ما نطول كتير يلا نشوف الاسئله بتاعتكم. اول سؤال معانا من ادم، بيقول هل القصه مرتبطه بالضروره باجزاء اخرى، ام يمكن البدء بهذا الجزء لمن يريد استكشاف هذه السلسله؟ بص، هو انت ممكن تلعب اساسنز كريد ميراج من غير ما تكون لعبت اي جزء من السلسله خالص، لكن الافضل يكون انت بتلعب اصلا بالترتيب من الجزء الاول لحد فالهالا. بس لو انت مش عايز تلعب خالص من الاول، ممكن بس تكتفي انك بتلعب فالهالا عشان تعرف مين هو باسم وتعرف ايه هي اهدافه وليه شخصيته قويه، فده يخليك متحمس اكتر لجزء ميراج. احمد بيسالني بيقول لي هل الملابس كلها ممكن تغير الوانها ولا لبس واحد بس؟ في جزء ميراج في ميزه اسمها ميزه صبغ الملابس، فانت ممكن تغير لون اي لبس انت عايزه، وده مش لبس واحد بس، لا، اي لبس باسم بيقدر يلبسه وتقدر تغير الوانه. احمد بيسالني بيقول لي هل باسم ليه ستامينا؟ في الجيم بلاي بسمعه بينها كتير، وانيميشن الجري شفته بيختلف كانه مش بيجري باعلى سرعته دايما. بص انا هفهمك الموضوع ده بطريقه بسيطه. باسم لما بيجري كتير بينهج، بس ده مش بيأثر على سرعته، يعني هو بيفضل سريع زي ما هو. انما ايه اللي بيأثر على سرعته؟ باسم لما بيكون صحته قليله بيقعد فتره كده بينهج وما بيكونش بيجري باعلى سرعه ليه. لكن الاستامنة بتاعت باسم موجودة في اسلوب القتال، لما بتقعد تعمل دودج كتير فبالتالي الاستامنة بتاعت باسم بتقل خالص وما بيقدرش يعمل دودج. علي بيقول لي ايه نظام الكومبات فيها، علشان شفت الكل بيتكلم عن كل حاجة فيها الا الحاجة دي. انا نزلت شرح كامل للكومبات او اسلوب القتال على القناة، هتلاقيه في فيديو اسمه تجربة اسلوب القتال، شوف الفيديو وانا شرحت بالتفصيل. وكمان كنت بلعب فيه اساسنز كريد ميراج، فلو انت بتحب تشوفني وانا بلعب اساسنز كريد ميراج وعايز تعرف اكتر عن اسلوب القتال شوف الفيديو ده لاني شرحت كل حاجة فيه بالتفصيل. مصطفى بيقول لي هل الخليفة العباسي حاضر وليه مشاهد في اللعبة؟ بص، هو في القصة نفسها بيتم ذكر الخليفة العباسي أكتر من مرة، وبرضه لما أنت بتتمشى في الشوارع كده بتلاقي شوية ناس بيتكلموا عن الخليفة، لكن الخليفة ذات نفسه في المشاهد اللي أنا لعبتها ما شفتش الخليفة بيظهر، فمعرفش بصراحة هل هو موجود ولا لأ، فهستنى بقى لما اللعبة تنزل خالص وهتأكد من الموضوع ده وأقول لك. علي بيسأل كذا سؤال، بيقول لي القصة فيها الترتيب والحماس اللي كانت موجودة في ثلاثية إيدزيو؟ طبعا القصة جامدة جدا وفيها حماس وفيها غموض والقصة معقدة، وفعلا هتستمتع جدا وانت بتلعبها. يعني القصة بس هي حوالي من 15 ل 20 ساعة بس، هتستمتع جدا جدا وانت بتلعبها. فهي بالظبط خدها مني كده، قصة اساسنز كريد ميراج هتكون من افضل القصص في السلسلة. سؤال تاني بيقول ليش اللعبة ما اخدت محرك يونيتي بعد ما املتنا من ناحية الباركور؟ بص، هو اللعبة اصلا المحرك بتاع اساسنز كريد متغيرش من ايام يونيتي، لكنه كان بيتطور، تمام؟ لكن البيلد بتاع ميراج هو نفس البيلد بتاع فالهالا، فعشان كده الباركور متحسنش كتير، يعني هو افضل من اخر ثلاث اجزاء لكنه متحسنش كتير. لكن ان شاء الله في الجزء اللي جاي اللي هو جزء ريد ان شاء الله يكون فيه محرك جديد وهنشوف تغيرات جذريه في السلسله. ممكن لاب قدر يشغل اوديسي على 30 فريم على هاي يشغلها ولو كان على لو؟ طبعا ممكن يشغلها. نظام القتال بيعتمد على الكومبات مثل الاجزاء القديمه لحد جزء بلاك فلاج، يعني تصدي للهجمه وبعدها فينش؟ اهم حاجه في اسلوب القتال انك تصد الضربات، لو صديت الضربات الاعداء هيحصل لهم ستان ووقتها هتقتلهم من ضربه واحده، وده زي الاجزاء القديمه، فدي حاجه كويسه جدا. ابراهيم بيسالني بيقول لي الحوارات فيها اختيار للحاجه اللي باسم هيقولها، او نظام الار بي جي في الحوارات زي جزء فالهالا ولا لا؟ لا، الحوارات زي الاجزاء القديمه ما فيهاش اختيارات، يعني مش لما باسم بيتكلم كده بتلاقي اربع اختيارات ظهروا قدامك وانت بتختار واحده، لا ما فيش الكلام ده خالص في جزء ميراج، الحوارات كلها ثابته، ما فيش خالص الكلام بتاع اوديسي او فالهالا ده في اللعبه. بيقول لي سؤال تاني، الشخصيه بتمتلك ابيليتيز ممكن تنفذها اثناء القتال زي فالهالا واوديسي ولا لا؟ لا، الكلام ده مش موجود خالص في جزء ميراج، الكلام ده اتلغى، الكلام ده كان موجود في اوديسي وفي فالهالا لكن مش موجود خالص، لكن موجود بس زي ما انت قلت كده الشريط الخاص بمهاره اساسن فوكس بس، زي كده جزء اوريجنز المهاره بتاعت بايك، لكن مفيش خالص ان انت تستعمل ابيليتيز معينه. وعنده سؤال اخر حاجه، بيقول اخيرا هل يوجد تكرار في المهمات الجانبيه ولا كل مهمه ليها قصه لوحدها وبتلعب علشان تعرفها زي جزء اوريجنز؟ بص، هو محدش اصلا، مفيش حد في العالم ده كله جرب المهمات الجانبيه خالص غير جيم انفورمر، ودول مجله كبيره جدا، هم الوحيدين في العالم اللي جربوا المهمات الجانبيه، لكن مفيش حد خالص من اللي جرب اللعبه جرب المهمات الجانبيه. لكن هم قالوا المهمات الجانبيه بتقدر تاخدها كده من لائحه موجوده في معسكرات الاساسنز، واما بتكون عن مهمات اغتيال او مهمات انقاذ، وفي مهمات جانبيه ثانيه بيكون اسمها مهمات قصص بغداد، ودي مهمات حواريه بتعرف من خلالها شويه معلومات عن بغداد، لكن المهمات بتكون في اكتر من مكان وباكتر من طريقه، فما اعتقدش ان هيكون فيها تكرار. حيدر بيسالني سؤال وبيقول هل اللعبه فيها مهمات جانبيه زي اللي كانت في فالهالا، يعني قصده على الاحداث العشوائيه
الرفاهية مثل أبو فاس والأقزام وغيرهم فيه هيك مهام ولا لا؟ بص، هو محدش جرب المهمات الجانبية، لكن زي ما قلت قبل كده المهمات الجانبية بتكون عبارة عن مهمات إنقاذ أو مهمات اغتيال، وفي برضو مهمات تانية اسمها مهمات قصص بغداد. فمعرفش هل في الأحداث العشوائية اللي كانت موجودة في جزء فالهالا ولا لا، لأن ما صدفنيش حاجة زي كده وأنا بلعب اللعبة، فمعرفش بصراحة هل هيكون في حاجة زي كده ولا لا. محمود بيسأل هل في ظهور لباسم في العصر الحديث؟ بص، أنا مش عايز أتكلم خالص عن قصة العالم الحديث علشان محدش يتحرق عليه، لكن انت تقدر تشوفها، تشوف الافتتاحية بتاعت اللعبة بنفسك. ادخل على اليوتيوب واكتب Assassin's Creed Mirage Opening Scene، ما عندكش مشكلة مع الحرق خش اتفرج عليها. ياسر بيقول بالنسبة لقصة العالم الخارجي، هل هناك احداث مستمرة او فقط احداث متعلقة بباسم؟ في طبعا مشهد في اول قصة اللعبة، بس طبعا انا مش هذكر اي حاجة عنه عشان الحرق، لكن انت تقدر تدخل اليوتيوب وتكتب زي ما قلت لكم في السؤال اللي فات وهتلاقي كل حاجة ظهرت لك. كارلوس بيقول سؤال تقني، هل الامكانيات لتشغيل اللعبة متقاربة لجزء فالهالا ام اعلى علشان نعمل حسابنا لو في حاجة محتاجة ترقية؟ بص، هي المواصفات نزلت وانا كنت شرحتها في فيديو كامل، وزي ما قلت يعني باختصار كده خالص، لو شغلت جزء فالهالا هتقدر تشغل جزء ميراج. اللعبة اوبتمايزيشن بتاعها كويس جدا، واللعبة ما فيهاش ولا جليتش، يعني حرفيا لما لعبت ما صادفنيش ولا جليتش نهائي. امبرس بيقول لي بغداد اكبر من باريس او اصغر؟ بغداد بالظبط شبه حجم باريس، هي اقل من جزء سندكت، لكن هي بالظبط نفس حجم خريطة باريس. زياد بيسألني سؤال بيقول لي اللعبة تمام وكويسة وكل حاجة، بس هي الدبلجة والترجمة موجودة في الاكونت الاماراتي او اي اكونت عربي ولا حتى الاجنبية؟ هلأ بص، الدبلجة موجودة في اي نسخة موجودة في العالم، يعني انت اشتري اي نسخة من اي ستور وهتلاقي فيها الدبلجة العربية موجودة. ياسين بيسألني سؤال، رأيك في المهمات الجانبية، هل يوجد تكرار وملل مثل جزء فالهالا واوديسي؟ انا جاوبت على السؤال ده يا ياسين. كريم بيسألني ويقول ادنى متطلبات لتشغيل اللعبة على الحاسوب. هقول لك على ارخص تجميع تجيبها، هتجيب كارت ال 1060، هتجيب رامات 8، هتجيب اي 5 جيل رابع، دول اهم حاجة، يعني دول اللي هيشغل لك اللعبة ممكن على 720 بي او 1080 بي اقل حاجة. احمد بيسألني ويقول نظام القتال ميكس بين القديم والار بي جي ولا شكله عامل ازاي يا اخويا؟ بص يا برو، هو احسن بكتير من جزء اوريجينز، واحسن بكتير من جزء فالهالا، واحسن بكتير من جزء اوديسي، بس هو قتال اسلوب قتال كده صعب ومميز محطوط مع بعض، فانت هتستمتع جدا وانت بتلعبه. وانا زي ما قلت لك انا شرحت اسلوب القتال في فيديو لوحده وبالتفصيل، ادخل شوفه هتلاقيه على القناه. كمان بيسالني ويقول كم لعبت من ساعه؟ بص، في ناس لعبت ساعه، في ناس لعبت ساعتين، في ناس لعبت 3 ساعات، انا لعبت ساعتين. على اي جهاز لعبت اللعبه واذا كان بي سي ما هي المواصفات؟ بص، انا ما لعبتش اللعبه على الجهاز بتاعي، هو انا كنت بلعب اللعبه على الجهاز بتاعي بس زي الريموت بلاي كده، انت بتلعب على الجهاز بتاع الشركه نفسه، فعشان تلعب اللعبه محتاج انترنت قوي جدا، لكن انا ما لعبتش اللعبه على الجهاز بتاعي. طيب براين بيسالني سؤال تاني بيقول هل اللعبه اميرسيف او عندها فايب اجزاء القديمه زي اساسنز كريد 2؟ يعني هقصده على الموسيقى اللي كانت موجوده في كده. في الكلام ده وموجود كتير جدا، الموسيقى في اللعبه حلوه جدا وعجبتني، وانا كنت نزلتها في فيديو الباركور، ادخل شوفه. بصراحه الاجواء احسن اجواء انا لعبتها في السلسله، ما حسيتش ان العالم حيوي ومتفاعل كده، واللعبه فعلا متغرقه تفاصيل، مش مليانه، متغرقه تفاصيل، وانتوا لما تلعبوا اللعبه هتشوفوا ده بنفسكم. ما هي سلبيات اللعبه؟ بص، انا ما اقدرش اقول عليها سلبيات، بس هي حاجات ما عجبتنيش او ما ابهرتنيش، يعني اللعبه كانت مبهره بشكل كبير ما عدا الحاجتين دول. اول حاجه الباركور كان احسن طبعا من اخر 3 اجزاء بكتير جدا، بس الفكره انه ما وصلش لمستوى يونيتي، يعني مستوى يونيتي ده اكتر باركور مبهر، لكن مستوى ميراج تحتيه. تاني حاجه ما ابهرتنيش او كنت شايفها عاديه اللي هو ذكاء الاعداء، ذكاء الاعداء شبه جزء فالهالا فما تحسنش كتير. يعني جون بيسالني ويقول لي الايجل فيجن موجود؟ طبعا الايجل فيجن موجود وشبه الاجزاء القديمه واحسن بكتير من الصقر الخاص بباسم، لان الايجل فيجن هو الوحيد بس اللي بيبين لك المخططات والكنوز الموجوده في المعسكرات، الصقر مش هيبين لك ده، وانت بنفسك لما تلعب اللعبه هتحس انك بتستعمل الايجل فيجن اكتر بكتير. عبد الرحمن بيسالني بيقول شبه الاجزاء القديمه خالص؟ طبعا شبه الاجزاء القديمه خالص، يعني انت اكنك بتلعب الجزء الاول في 2023. يوسف بيسالني ويقول شبه فالهالا ولا اوديسي اكتر؟ بص، هي مش شبههم، بس لو عايزين نشبه اللعبه بجزء فيهم يبقى اكيد طبعا هي واخده عناصر كتير من فالهالا، زي شريط الصحه اللي مش بيرجع يتملي تاني زي جزء فالهالا، ولازم تاخد نباتات او اكسير علشان يرجع يتملي تاني. محمد بيسالني ويقول الجيم بلاي ممتع او ممل او مكرر؟ الجيم بلاي ممتع جدا، وخصوصا اننا رجعنا تاني بنلعب باساسن، فانا بصراحه استمتعت قوي وانا بلعب اللعبه. عمر بيسالني ويقول ايه رايك في الركض بتاع البطل، حسيته بطيء قوي وغير واقعي؟ لا بصراحه، باسم بيطير، باسم اسرع من ارنو، باسم حرفيا كنت في مهمه والجنود بيجروا ورايا وانا عمال بجري، انا لقيته بيطير، معرفش ازاي سرعته زادت كده مره واحده، فلا ما تصدقش ان بطيء قوي، باسم بطيء قوي لا خالص. ياسر بيقول مساء الخير، هل شخصيه باسم بامكانها ان تعيد لنا شغف واصل الاساسنز كما ايديو؟ بص، هو باسم في كتير قوي من ايديو، ان هما الاثنين شخصيه كاريزما
الاسلاميه كده، وهما الاثنين شخصياتهم قويه وهما الاثنين فاهمين في العقيده، فلا باسم شبه كتير من إيدزيو. لكن باسم في شبابه هل هيكون شبه إيدزيو؟ انا ما اعتقدش ان هو هيكون شبه إيدزيو، هو هيكون شبه الطائر بشكل كبير جدا. حتى روشان زي ما قلت في فيديو الانطباعات، ما اعرفش انت شفتوه ولا لا، قلت لكم روشان فيها كتير قوي من معلم، فاللعبه تحسها كده ايه، تحسهم عاملين كده ريميك للجزء الاول. ده رايي الشخصي، انا ما اعرفش هل لما تلعبوا اللعبه هتحسوا اللي انا حسيته ده ولا لا. ياسر عنده سؤال تاني بيقول بالنسبه للزعماء داخل اللعبه هل هم شخصيات اسلاميه او ميكس كما في الجزء الاول؟ بص يا ياسر، اللعبه ممنوع تعمل اي اساءه لاي دين او اي عقيده في العالم ده. هيكون في حياد كبير زي ما حصل في الجزء الاول زي ما انت قلت، يعني كان في حياد كبير في الجزء الاول سواء في اللعبه او سواء في الروايه، فده بصراحه اللي هيحصل في جزء ميراج، وده اللي حسيته لما لعبت اللعبه. سؤال اضافي، هل يتواجد العالم الحقيقي في اللعبه او لا، ومن الذي يستخدم الانيمس في هذا الجزء؟ العالم الحديث موجود في اللعبه، ولو انت عاوز تشوف العالم الحديث اكتب على اليوتيوب Assassin's Creed Mirage Opening Scene، هتلاقي المشهد ده بيظهر لك، لان انا مش عايز احرق على حد. كرولوس تاني عنده سؤال بيقول هل الهود بتاع الاساسن بيقدر يتم خلعه زي اخر اجزاء ولا ثابت؟ لا، الهود بتاع الاساسن ثابت تماما، مش بيتخلع، بس باسم بيخلعه احيانا في بعض المشاهد، لكن جوه الجيم بلاي لا مش بيتخلع. احمد بيقول الحركه الاساسيه هي المشي ولا الجري؟ المشي شبه جزء فالهالا ما اتغيرش خالص، يعني مش زي الاجزاء القديمه البطل بيمشي في الاول لما تفضل عامل هولد على الار2 بيفضل يجري، لا هو مش زي هنا خالص، هنا بقى في الجزء ده زي جزء فالهالا، يعني باسم في الاول بيمشي بهروله، بعدين لما بدوس على ال3 بيجري. ياسر بيقول مين الافضل؟ ميراج ولا بلاك فلاج؟ بص هو انا ما بحبش اقول مين الافضل، لان كل لعبه ليها اسلوبها وليها عيوبها وليها مميزاتها. لو هنتكلم على تصميم العالم فميراج احسن، لو هنتكلم على الصراع ما بين الاساسنز والتمبلرز يبقى ميراج تفوز، لكن طبعا جزء بلاك فلاج جزء عظيم جدا انا بحبه. محمد بيقول هل تعتقد ان الشركه ستعود الى تطوير العاب السلسله بنفس الاسلوب قديم اذا نجحت هذه اللعبه؟ طبعا لو اللعبه دي حققت نجاح كبير جدا الشركه ممكن تفكر تاني انها ترجع تعمل العاب بنفس الاسلوب، لكن طبعا ده مش قريب خالص، يعني ممكن بعد 2026 كمان. عمر بيقول في احداث في العصر الحديث؟ طبعا في احداث في العصر الحديث في بدايه اللعبه. شهاب الدين بيسالني ويقول هل هتكون عدد ساعات اللعبه طويله ولا لا؟ ساعات اللعبه ما بين 20 ل 25 ساعه لعب، وهل هيكون في اخر اللعبه بريفيو عن اللعبه اللي جايه يعني زي اخر فالهالا كده ولا لا؟ بص هو محدش يعرف اذا كان في حاجه كده ولا لا، لان اللعبه زي ما انا قلت ما حدش جربها بالكامل، الناس كلها يا دوب لعبت ساعتين او ثلاثه، فمحدش يعرف الكلام ده يحصل ولا لا. هل الجيم بلاي هيكون مختلف عن الالعاب القديمه ولا زيها تقريبا؟ الجيم بلاي عايز اقول انه ميكس ما بين الاجزاء القديمه والاجزاء الجديده، هو مش شبه الاجزاء القديمه كلها ومش شبه الاجزاء الجديده كلها، لكن هو ميكس ما بينهم، والميكس ده بصراحه كان حلو جدا، فانت هتستمتع وانت بتلعب اللعبه. بلال بيقول لي طمني على الباركور، لانه كان من اكتر الاسباب اللي اتعلقت بيها بجزء يونيتي، بس انا من الفيديوهات حسيته هو شبه الثلاثيه اللي فاتت. بص يا بلال، الباركور خلينا نقول انه احسن من اخر ثلاث اجزاء، اسرع واخف واسلس، لكن لو هنقارنه بيونيتي فلا يونيتي افضل بكتير، لكن ممكن اقول ان هو اشبه بثلاثيه إيدزيو. ياسر بيقول هل الدبلجه العربيه كلاميه او كتابيه اسفل الشاشه؟ اللعبه مدبلجه ومترجمه الاثنين مع بعض. سراج بيقول هل بتلتقي بشخصيات مهمه تاريخيه زي وزراء الدوله العباسيه او الخليفه نفسه؟ السؤال ده انا جاوبت عليه يا سراج وقلت ان بيتم ذكر الشخصيات دي في قصه اللعبه وكمان في الشوارع، لكن هل هنشوفهم ولا لا في اللعبه؟ انا بصراحه لما جربت اللعبه الساعتين اللي جربتهم ما شفتش حاجه زي دي، فما اعرفش بصراحه اذا كان ده موجود ولا لا. مهيمن عنده سؤال وبيقول هل الممثل الصوتي الباسم في اساسنز كريد فالهالا هو نفس الممثل الصوتي له في ميراج بالانجليزي؟ لا، جايبين ممثل صوتي جديد، لكن انا كمحمد لو انت هتسالني مين اللي عجبك اكتر، الاداء الصوتي الانجليزي ولا الاداء الصوتي العربي؟ لا طبعا الدبلجه العربيه مميزه جدا 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 واحسن بكتير جدا من الانجليزيه، وجرب اللعبه بنفسك واحكم بنفسك لما تنزل. عبد الرحمن بيقول هل القتل في اللعبه ردت فيه خاصيه ضربه قاتله زي الاجزاء القديمة؟ وايه رايك في تصميم بغداد وحجم العالم؟ زي ما قلت تصميم مدينه بغداد احسن تصميم عالم في اللعبه طبعا مع جزء اوريجنز، واكتر عالم حيوي شفته في السلسله، وانتم من الفيديوهات اللي انا نزلتها اكيد اتاكدتوا من ده بنفسكم، يعني بصراحه اجواء اللعبه كانت حاجه خياليه. بالنسبه للقتال لما بتصد الضربات ساعتها الاعداء بيحصل لهم ستان وبتقدر تقتلهم من ضربه واحده. احمد بيقول هل في ليجاسي اوتفيتس زي الاجزاء القديمه؟ طبعا موجودين زي الاجزاء القديمه، ودي حاجه عودتنا عليها شركه يوبي سوفت، وكمان تم اعلان ان رداء ايدج بجزء هيكون موجود في اللعبه. محمد بيقول هل تقدر تصلي بالجامع؟ لا طبعا باسم ما يقدرش يصلي، لكن في اذان موجود، وكمان وانت بتسمع الاذان هتلاقي ناس بتصلي. اكرم بيسالني ويقول هل اللعبه فيها خاصيه الاف اس ار؟ طبعا هيكون فيها خاصيه الاف اس ار، وبرده هيكون فيها خاصيه الدي ال اس اس،
احمد بيسالني ويقول هل في تتبع لاعضاء المنظمه زي اوديسي وفالهالا كمهمات جانبيه خارج القصه؟ ايوه طبعا في المهمات اللي انت بتقدر تاخدها من مقرات الاساسنز، وبتكون عباره عن مهمات انقاذ او مهمات اغتيال. وبكده اكون جاوبت على كل اسئلتكم، يا رب اجاباتي تكون وضحت كل حاجه. ولو انت ما لقيتش اجابات الاسئله بتاعتك موجوده في الاسئله دي، قول لي في التعليقات وانا هجاوبك على كل الاسئله اللي انت عاوزها. ويا ريت لو عجبك الفيديو ده تدعمني بلايك واشتراك للقناه، لان ده والله بيساعدني جدا في ان القناه تكبر. وزي ما قلت لكم لو عندك اي سؤال قول لي في التعليقات وانا هجاوب ان شاء الله على كل الاسئله، واشوفكم في فيديو جديد.